أسود سواد الليل والكحل نادي، بس أنتم من الحلوين والباقي عادي يا أحلى ناس. اليوم حاب أنه أحتفل مع أصدقائي ومع الناس الرائعين ومميزين، ومعاكم أنتم أروع وأجمل أصدقاء وأحبة وأخوة وأخوات، حتى نفتتح اليوتيوب مليون، وصلنا مليون فدزونا اليوتيوب ماشي اشتراك مليون مشترك، مال مليون مشترك. طبعاً ريفان التميمي التايتشي المخرج مال البرنامج، أنا آسف المخرج المبدع. فراح نفتح اليوم وياكم، أمانة أنا ما فتحته للأمانة، للأمانة بصدق حاب إنه نشارك كلتنا في هاي اللحظة. شكراً شركة يوتيوب، ويا رب نوصل كلتنا مع بعض إلى 10 مليون و20 مليون، واحدكم عندي يعادل مليون. فأنتوا هسه إحنا مليون، يعني إحنا زقيت 100 مليون. 100 مليون عن برياضيات سيئة. يلا جاهزين؟ قلبك ديدون كلش طبعاً. أوكي واو. يلا ريفو نفتح. ثانك يو. نطلع من لونه. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ويا رب دائما. شكرا. هذه توقيع من الشركة باسم دكتور سيد جنان والمبدع ريفان. ثانك يو المبدع 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 المبدع. خليكم ويانا، رح ناخذ فقرات محرجه كثير، رح نقص كيكه هسه مع بعض، ورح اسال ضيوفي بعض الاسئله واعرفكم عليهم حتى تعرفون ليش موجودين هم معانا اليوم في درع المليون. يلا نزلوا عليه السمك المسقوب، جعنا. وين باوع؟ وين باوع؟ كيفك؟ اوكي. راح نبدي هسه حوارنا ويا ضيوفنا الكرام اللي شرفونا ونورونا وانسونا في افتتاح اليوتيوب. خلونا نبدي اول سؤال ونشوف، نسال اسال علي. شلونك علي حبيبي؟ طبعا علي اللي يعرفوه هو مثل معانا ما يقارب 60 حلقة. آخر حلقة ليش؟ مختلف الأدوار، مختلف الأدوار. نزعناه معظم ملابسه، يعني بباعي بتجمعون ما 7 حلقات تشوفوه يعني عاري تماماً يعني. كان مبدع علي. لك دور كبير كان أنت إنه نوصل إلى مليون مشترك حبيبي. شكراً. شنو تحب تقول كلمة يا أصيب هالمناسبة؟ منو أنا؟ خالتي تتحضر حكي. طبعاً هاي المليون مشترك ما جاء شو ما كان، جاء من تعب وسهر زين، ليالي وأسابيع وأشهر. الله. ومو بس أكيد ده الأستاذ الكبير. خلصنا. أي نرجع عليك علي. طبعاً. أحساسك علي أنت. أحساسك. دير بالك تجيب طاري. يمكن خبره. لا لا سريع سريع سريع. دير بالك تجيب طاري. يروح مني مكان. أنت تمشي على كنت على ريفان صح؟ لا على على علاوي. على علي. على علاوي. أوكي أي. أوكي. لا ريفان طبعاً أكيد إله. علي يطمني عليك أنت. شنو أكثر دور حبيته؟ جديات جديات. أكثر طبعاً هو أول دور إلي أنا حبيته. اللي هو. اللي هو كان بداية. اللي ضربتك بيه بالعفو. بداية النعال. أول مشهد له كان بالنعال. صح. بس علي فنان موهوب، اكتشفنا به موهبة غير عادية، ويعني اثبت نفسه، وانتو حبيتوه اكثر مني يعني، حبيته ابتسامته وحبيته سوالفه. شو ابتسم جدول قلبك انت زين. يا دور حبيت بعد؟ يا دور تحب تطلع به؟
طلعناك طلعناك مثل الجنس، طلعناك دور امرأة، وطلعناك طفل، وطلعناك كبير بالشورت والبنانين. اي يعني يا دور بعد بالك اغتصاب يعني افكر بهذا الموضوع يمكن حلو. وعلى سيرة الاغتصاب اللي مغتصب قلبي وعقلي وكياني الجميل 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 دكتور الغالي، طبعا يوم كلش مميز، ويعني الله يبارك على النجاح هذا اللي حصل بهذه السنوات. ما راح تفتهمون لا اطلع بس يعني صراحة ما اعتبر مليون مشترك، وانما مليون شخص ناجح، مليون شخص حيكون له اثر بالمستقبل بفضل المعلم الكبير اب لكل الناس دكتور سيف. شو حبيت راح اجي يمك. لا صح، شكرا جزيلا. يعني هو يعني بالمناسبه باقر من اللي دعمونا وسندوني جدا انا الي شخصيا، ووقفوا ويانا وقفه غير عاديه. يعني هاي النجاح منكم وبيكم، يعني هي المليون يعني ما اعرف انتوا، انا مثل ما قلت انتوا واحدكم يعادل عندي مليون، وهاي المحبه والفائده اللي توصل، مو الهدف مو رقم مليون، لكن جدا اقدم فائده. وهذا بطل ورائع واحد انجب تلاميذي، مو يسموه انجب تلاميذي بالضبط، باع رموش القهوه حلوه. زين حصي عيوني انت. حاضر حاضر، بس حصي بدي اساله سؤال. طبعا بمناسبه حصي يعني صور واخرج كثير من الحلقات اللي موجوده بالقناة، فجدي يقول لي دي يقول لي انا ما جبت لك هديه لان استاذ هادي جاب لنا بوكيه ورد. فقلت له ما يحتاج، انت ابو العيد ميلاد، يعني انت لازم نجاب لك هديه. شنو الحلقه اللي حبيتها من اشتغلتها وياي؟ يعني اكثر حلقه اي عجبتني بشغلها اي مال مسح الجام، مال التقاطع، مال مسح الجام. بالمناسبه نفس السبسكرايب لحد الان مش منتظر واحد مشتغلها. شلون واحد مشتغلها؟ انا ادري شلون هو اكو مو انا ادري انت اشتغلتها. لا انا صورتها. اي حبيبي من هو انت خرجتها مو؟ لا اني متاكد. لا هو علي ممثل بيها ابو جام. اعتقد كنت مسافر اني. لا لا موجودين اصلي بطل، ويوم من الايام راح يصير مخرج كبير وتذكروني. زين نكمل حوارنا. طبعا هو شرد يصور حبيبي مهيمن، هسه راح اجي له اكيد. اجينا على صاحب اللي دا ادور له على دور اللي سواه ما اعرف لحد الان. لا طبعا استاذ هادي ليف الرائع المميز والصديق والاخ. اذا تعرفتوا عليه عن قرب راح تعرفون انه هو يعني انسان شيء ممتلئ. وهو تابعوه على انستا. مسافر كم دوله؟ 50 دوله. 50 وبافريقيا واكل لحوم البشر ومخلي وامريكا وغيرها. هو صاحب الفرنشايز مال ايس باك وسوبر ستار وفود لاند اللي صح قلتها اللي احنا هسه بيه مسوين الحفله، وانا سداء جامله اللي انا العش على حسابه. فعيب لازم اقول شنو لا نورتنا. انا عادي اطلب لفتين لفه كنت اذا ما تابعتوا صورت وياه، صورنا حلقه وياه مهمه عن النجاح بالعمل وعن الانسان العصامي. اذا شفتوها موجوده باليوتيوب مهمه جدا. عشرات راسلوني من الشباب شجعوا قرروا انه يسوون مشاريعهم الخاصة أو على الأقل يبدون عمل بسبب هذا الرجل. شو تحب تقول كلمة للمتابعين؟ إنه ألف ألف مليون مبروك. شكراً. تستاهل المليار مو المليون. الله يحفظك. وصدق يعني المتابعين اللي دا يتابعونهم أكيد مو مجرد رقم، يعني أنا غير الحلقة اللي كانت فيها دكتور سيف أتابع هواي من الناس، هواي من الناس اللي صدق يحبوا الدكتور وصدق استفادوا من عنده وصدق دعمهم نفسيا وصدق يعني فإلى أثر إيجابي جدا بالمجتمع. ونتمنى له التوفيق، وإن شاء الله حفلة ثانية بالعشرة مليون نحتفلها بنفس المكان. الله 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 وأحلى سبونسر فودلان. مهيمن أنا آخر شيء مهيمن. هذا الرجل الذي يعمل في الخفاء لكن الله يجازيه على هي. هذا البركة. شكرا. هذا المبدع اللي هو خلف النجاح. Thank you. هذا الرائع. الصوت ما يصير هذا المميز. هذا الجميل. طبعا دا أتكلم عن أحمد رضا علوان أكيد. أنا إيه خلي تروح للكاميرا. يلا أوكي. إيه خلي أقعد يا أحمد. طول أسأل فتنة. زين مكيا هنا حتى تقدر تحكي. أوكي كل زين. ننتقل هسه باخر. هذا الشاب الوسيم الاعزب
بس بقى اولا اعزب الطول 190 سنتيمتر بشره بيضاء لحيه مكتمله صاحب هرضة علوان يعني اوكي زينه خريج قانون اوكي يعني تدرون حار ومكسب وغالي يعني مو رخيص حار ومكسب وغالي فخلوني اعرفكم على الصديق الجميل احمد انا بقي التليفون لحظه لا هي هاي استشاراتكم ما خلص طبعا ما خلص بس تدللون احمد طبعا اول سنه ونص من برنامج انت تعرف كان ما عندنا مكان نصور بيه وما كان عندنا ذيك الشهره والقاعده انه شلون ما هسه الناس تدعونا فهو فتح ابواب مقهر ضعلوان الثقافي اللي انا احبه وافضله والكوفي مالتهم رائعه سبونسر اوكي والده طبعا استاذ علاء اكيد جايه بالسره زين ذكرتني اوكي فكنا يعني اجمل الحلقات اللي انتم حبيتوها وشفتوها عشرات صورناها عندهم سوينا سلسله محاضرات ناجحه جدا في منطقه هرض علوان الثقافي في الكراده على الختم قابل ما ادري وين شويه فوق من المسرح فتحون في زيونه تحيه ونتملاوي موفقيه اعزب 190 سنتيمتر ابيض لحيه مكتمله اللحيه لها تاثير كاريزما وحني العمر العمر ما ذكر لا مكتمله هنا فساعدونا وكان وما زين طبعا احنا اصدقاء ولحد الان يعني ابوابهم مفتوحه للي يحب يصور ادوات اكيد موجوده صحيح؟ اوكي ليش حبيتوا تساعدونا؟ على اي اساس؟ على لا اساس على اي اساس؟ اكو عباره دائما مؤمن بها انا يقول لا شيء ينافس هذا عالم سوى الاسرار الو ودائما الانسان يكون عنده اسرار اكيد راح يقدر يوصل للشيء اللي يريده هو اصراركم على الشيء اللي تحاولون توصلوا له هذا الشيء حفزنا نكون موجودين وياكم احنا نكون وياكم كل ما نقدر به وحتى لما نقدر به انه نكون من ناحيه معنويه وياكم من ناحيه الدعم انه المكان متوفر لكم وهذا الشيء هو مكانكم اكيد عم يتم شكرا شكرا بس هو الاصرار هو كان دائما الناس ممكن تحاول بس ما عندها ذاك الاصرار اللي تكون حافظه على شيء تريده هي بس هو الاصرار اللي خلانا انه نكون وياكم ولازلنا مصرين انه نبقى وياكم ان شاء الله شكرا اللي قال الشيء مهم احنا نسوي حلقه صح كوميديو بس لازم اعطي فائده ما اقدر الاصرار باع انت تقول انا ينتظر فرصه وشون راح اشتغل واريد تعيين واريد ما اقدر احكي شويه جد ما تحمل بس لا حاضر ربع ساعه زين ساعه وربع لا بدعتي بس اذا اصريت على النجاح في حياتك واجتهدت من كل عقلك وفكرك وقلبك وكيانك ثق الحياه راح تفتح لها ابوابك لو هم شايفين ايش مهتمين بس نصور ونطلع وحتى ريفاني صار بنات ما ادري ولد لا اكيد لا وحبيبي لا عسل ماكو شيء عنده بس نظاراتك ضحكتني ما كان صار هذا التناغم والهارموني وهم هم عندهم اي فرصه بيها نجاح معرض منتدى كذا يتبنوا يدخلون برعاه هذا هو النجاح افضل ما فيك الظهر الاخر لا تنامون بدعتي حنكمل بس اكو شيء مهم عرض اقوله اي حبيبي رضا علوان كلش كانت يعني انتقالة رائعة صح ويانا يعني المحاضرات اضافت لنا اضافة كلش مهمة سوري حبيبي المحاضرات كانت يعني سلسلة استاذ علاء استاذ علاء احنا قلنا استاذ علاء استاذ علاء استاذ علاء استاذ علاء استاذ علاء كان كلش مهم يعني فالمحاضرات كانت كلش مهمة يعني قدمت لنا شيء رائع وما كان عندنا أي مكان أن نسوي به محاضرات كانت بداية رائعة طبعاً هو قشمرنا بسمكة وكانت سمكة كلش طيبة أول سمكة كنا ويا أبو عمد يعني كنا نصور عندهم بلاش وسمكة بلاش طيب كانوا يغدونا حكت بالمونتاج أكثر شخص غامض بالحياة يا لكن على قدر غموضه إنجازه صامت لكن مبدع سوري بس خلي شغل ريكورد شغل على متاخذ مايك اي انت صور هوشيار نحكي صورك يلا مو غير اخذ صوت زي صحك يردون لفه مو غير اخذ صوت حلوة حبيبي انا بدون هذا الانسان كان سوين بمركز اوكي يلا مهيمن يعني ما اريد اني امانه انه امدحه او شيء هو موجود لكن التفاني والاخلاص وحبه لمهنته غريب يعمل 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 ومن ثم يشتري معدات ويعمل ويطور ويعمل معدات وممكن يعيرك ياها اذا امن بيك انه يعطيك ياها مجانا المهم يسند عملك مفد مره تدمر مفد مره تلك نصور 10 ساعات 20 ساعه هو موجود ومستعد غريب امانه هذا الانسان
غريب وراح يوصل الى نجاح ايضا كبير في حياته. مهيمن، وين تتوقع احنا نوصل احنا ككادر بالعمل؟ طبعا انا من بديت وياك دكتور قبل سنتين لاحظت انه اي صح شكو ده يسوي لي مساج كمل مش فيك انت شنو عيد مخرج انت هذا علي علي اطلع برا اطلع برا علي كمل اللي قاله انا الغيب خليني من دمج كمل 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 مالك علاقه طبعا غاروني غارون من بديت قبل سنتين وياك لاحظت انه اكو يعني تطور مستمر يعني كل فتره تطور يعني مو شيء يعني تقليدي مو تقليدي ابدا يعني اكو تميز اكو اختلاف يعني كل حلقه عن حلقه طبعا هو صعب يطلع هيك حكاية بس لان يعنيه ان شاء الله يعني تطور مستمر شكرا الله يحفظك نجي على هوشار الصوره حتى اروح على هوشار لا تقطع الريكورد هوشار هوشار خلي لازم الكاميرا بالمصور هوشيار هو مو مصور هوشي هوشيار مواقفه كثيره وكبيره اي صح راح يعوفنا بس تذكروا اذا انت فاقد الشهيه عليك ان تنظر الى هوشيار من ياكل اذا انت فاقد الشهيه بالحياه عليك ان تعاشر هوشيار هوشيار يا بعض هوشيار موجوده بالحياه مثل ما انت جدا جدا جوعان بيحطوا لك بيتزا دبل كريسبي من فودلاند انا ما اكل بس صحي طبعا يحطوها الريفان انا يجيبوا لي خضروات زين اوكي بيتزا بالخضروات هلا بدي اشوف الصور اوكي هاي هاي موجوده تعال شوف بس تصدق بعد طبعا هاي بالمناسبه انتم شو تقولون دكتور سيف مو تاكل صحي شلون نسوي هاي الامور سوري اشار ارجع لك انا اكل كل الصحي في منزلنا بس من اطلع مع الاصدقاء مره اسبوعيا ممكن اكل شيء مو صحي لا كلش امنع نفسي ولا انه يوميا اكل اكل مو صحي اتفقنا يلا خلينا نروح هسه بس لحظه سمع استاذ هادي استاذ هادي سمعت سمع استاذ هادي كله تمام اوكي سمع استاذ هادي صار ثلاث لفات عادي أوكي. يمشي الحال هو شاري بيتزا كبيره عائليه ولد عادي ناخذ سفر البيت يلا اوكي شلون عاد ناخذ سفري ليش احنا اتفقنا سنه مجانا سنه مجانا سنه سيقول طلعوا برا لا شو اخذ الدرع وطلعوا برا اوكي نرجع الهوشار هوشار حبيبنا طبعا انت الله يساعدك انه انت صديق ريفان الصدوق يعني من اتعس الاشياء اللي ممكن واحد يختبرها في حياته انه ما يكون ريفان صديقها فشلتك انت شلون عايش انه ما يكون ريفان صديقها الله ريفان هاي عيدها وحط لها ايكو اوكي مزوم عليها وعليها كمان هوشار حبيبي انت هم انت شخص ايضا مبدع وشهادتي بيك مجروحه ما ادري شنو معناها الجمله بس شنها حلوه صدق شنو معناها شهادتي بيك مجروحه يعني هي الشهاده مجروحه يعني شنو مدافع لا مو هيك يعني شنو دائما تضحك هسه اوف هوشار بحاسه تعال تمشي لا بس هي هاي الشهاده مو مجروحه هو شعلي لا يعني عود شهادتي يعني مو مال اني اعطيك شهاده شهادتي بيك مجروحه يعني شو مجروحه بس عوف دي امدحني انت تجي انت اوكي يلا اوكي انت شفتها من شهادتي بيك مجروحه يعني بدحك بالراحه ما ادري بعدين نشوفه تريد اسمور حبيبي بس صور استاذ هادي قام يا هم فرت لا بس الف الف مبروك وان شاء الله هذا منو اللي يلا يلا هوشار سؤال حبيبي جو هسه اللي يتابعونه وده يشوفونه وانت تعرف انت عاشرتنا وتعرف بدك تقدم شيء هادف ابد ما بي اي مصلحه ذاتيه صح يعني انت طبعا هو يعني فيلي يعني كردي واجمل ناس تحيا احنا عندنا نضم كل شيء يعني عندنا كل شيء عندنا اليهودي مثل علي عندنا عندنا الموساد المتجنس مثل باقر اوكي نرجع لا انا بس اقدر اشرح المناصب شلون بالكادر كل من منصب اكيد 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 هوشيار مساعد مخرج مهيم من مدير تصوير علي هيك نجيبه ما له علاقه زايد علي باقر طبعا الاي تي وواي اشياء خاصه بالسوشيال ميديا والنشاطات الدكتور سيف قصي مدير التصوير ومخرج من ناني اموت او اتمرن او من يصير بي شيء بحيث كلش انا موجود لا حبيبي الف اسم الله عليك الف اسم الله استاذ احمد طبعا عرفتوه استاذ هادي مساعد مخرج مرات هو مخرج الستوريات ماله اوكي انت شفت هاي الفائده فهوشيار مساعد مخرج اذا تريدون مرات مصور مرات مونتير مرات هو مساعد مخرج بس بدي اسال السؤال مهم ها يلا شنو حسيت الفائده ها معزمنا جد وي
انت باللقاء ما ذكرته وهسه بالحسين اكو واحد اسمه بهائي منتج نسيناه بذاته. انا جد اموت عليك بس هو نساك. انا ما ادري اصلا اليوم هو نساك. انا اسف انا اليوم جيتك وكيكه والله بتشد صار ويانا اسمه بهاء وخلينا هو انا تذكرنا. لا لا كلهم مترتبين بس انا وياك. لا لا أي بس هذا السؤال. تحيه لبهاء انا كلش احبك. انت صح صار لك يعني جديد ويانا بس انت مونتير مبدع انا كلش احبك. وعد هذا المقطع راح اقصه ونزله بصفحتي واحده. صفقة البهاء. بهاء حبيبنا المونتير. شكرا بهاء. اوكي بعد ان نسينا بهاء نرجع لهوشيار. بهاء عليوي طنقور. حاولنا نلبخها ونلزقها ونلاخر زين. خاخذ له لفه سفري. راح اخذ لك لفه سفري وقطعه من الكيكه وشويه من الدرع. وعلى ما ينزل الفيديو معفنات. اوكي هوشيار. لا جديات جديات. يلا اولنا ويوشيار. شو شو خلص المفروض. لا ما جاوب اي شيء بعد. المفروض تيك انتهى. لا خلص دورك. أنا بس رح أسمعكم البوسة. لأن البوسة غريبة وعجيبة. زين حبيبي. بس سمعون. سأكو إيكو بالمكان. بس أنت عشان حوار وياك تفضل تفضل. وش يا المسكين. ويانا طبعاً أستاذ حسين. صديق. هسه أرجع له. صديق عزيز ومقرب. دعمنا بمعظم حلقات اللي صورناها للشرقية وللأطباء السبعة الأردني كان معانا يعني. قلبا وقالبا ورائع. هذا الانسان رائع وكان لازم يكون معانا. تاخرت قصه الكيكه هسه راح نرجع نعيدها مره اخرى على موده. تسلم لي. شنو تحب؟ احنا وصلنا مليون مشترك وخذنا الدرع. طبعا اهنيك على هاي المرحله اللي انت وصلت بيها واللي تستحقها من زمان طبعا. شكرا شكرا. وان شاء الله تقدم واضح عندك. ثانك يو. بالفتره الاخيره واتمنى لك التوفيق. ثانك يو حبيبي. طبعا استاذ حسين ده شوفوه حلو مرتبط. لا تحاولون لا تحاولون. اوكي حبك هوايه حبيبي. سمعتوها البوسه. نرجع لهوشيار. بس ويا هوشيار ده اسئله سؤال. شو شفت فلوس قبل شوي؟ هوشيار نعطي كلف سوينا بالتصوير. شلون شلون شفت الفائده اللي مقدمها للناس؟ طبعا البوسه يا الله ما راح حسين واصل ليس الكون. بس اجابه بس اسمع بجربك. اسمع اكو لا ما حد يبوسه. الفائده اي شفت نتائجها لما نروح نصور بالمول والناس لما يتجمعون عليك ويطلبون استشارتك يطلبون نصائحك. هذه بينت ايش قد الناس تحبك وتستشيرك وتعرف كم النصائح. اغسل رجليكم لين تستاهلون. شكرا جزيلا. شاطر من فانساتك للامانه. قبل لا نبلش قبل لا معجبينك هو عائلته يعني. طفل الكاميرا. عاش سيدي. شكرا حبيبي. شكرا مهيمن. شكرا هيلولي.